كما كان جامع فريقنا دير قنيطره الفريق هو كبير، اي فرقه كتجي كتوجد لنا الدوبل ولا التريبل. الحمد لله كنبغي نشكر اللعابه على الروح القتاليه اللي بينوها اليوم. جاء الهدف ديال الفوز في الدقائق الاخيره الحمد لله، وتنوعد الجماهير ان شاء الله بهذه انطلاقه ديال فريق النادي دير قنيطره باش نرجعوا للمكانه ديالنا. جميل نقولوا انكم كنتوا مامنين بالفوز حتى الاخير، حيت حنا كجروب عارفين شنو عندنا، عارفين لي زليمون اللي عندنا، عارفين الدراري كيفاش دايرين، داكشي علاش بقينا مامنين بالحظوظ ديالنا وامنين بريوسنا والثقه اللي عطانا المدرب ولا المكتب المسير. الحمد لله هادشي اللي تاثرنا في اخر دقائق والحمد لله على طروبو. الجمهور القنيطري كان جالس حر من الجمهور، شي كلمه مستجله للجمهور القنيطري؟ انا راه كنعرف الجمهور القنيطري كما كنعرف الجامعه قبل ما نلعب في هذا الفريق، وانا زدت توني راه كنت معاهم حتى انا وسط حلا لابوس. الحمد لله هذا الفوز هذا كنهدي لهم وكنهنيهم وكنطلب منهم المسانده ديال اللاعبين كما كانوا وكما غيبقاو ديما، وان شاء الله هذه انطلاقه وكنوعدهم بالصعود ان شاء الله. هذا الفوز كنهديه للشارع القنيطري عامه، الجماهير اللي كانت متعطشه لهذا الاول فوز في هذا الموسم. الحمد لله مالغر انه جات حتى لكاتريم جورني، مي الحمد لله الحمد لله، وهذا كيتمم المجهودات اللي قام به المكتب المسير من بدايه الموسم من خلال التحضيرات وكذا العمل اللي قاموا به الطاقم التقني وكذا اللاعبين. الحمد لله حنا غاديين في ناسق تصاعدي مالغري لا بريمير ديفي ان شاء الله في اول مقابله. حصلنا على تعادل في المقابله الثانيه وتعادل خارج الديار في المقابله الثالثه، ودابا كنحصلوا على الفوز، يعني نقدروا نقولوا اننا حنا في نسق تصاعدي. ايوا كنظن كما قلتي راه ضغوطات علينا كاملين، ماشي ضغط على المسيرين ولا على اللاعبين ولا هذا، كاين ضغط كبير لان الحمد لله اليوم جا واحد ثلاثه النقاط اللي غاليه علينا، لان ترجعنا اما راح كما المقابلات اللي دازوا كنا كنضيعوا مجموعه من الفرص، وهذاك راه هو العامل النفساني هو اللي اهم، راك عارف العامل النفساني هو الاهم في كره القدم، خاصها هي تخدم في شيء هذا. نتمناو حنا كنخدموا وكنشتغلوا وكنجتهدوا والكمال على الله ان شاء الله. لاحظنا رشيد بعض اللاعبين كيتعطلوا في اتخاذ القرار، وكنظن حتى بعض اللاعبين انا قلت لك كما قلت لك راه الضغوط كثير على اللاعبين، لان راك عارف النادي القنيطري والنزول ديالو العام اللي فات، النادي القنيطري كيلعب في الهوات، يعني النادي القنيطري خصو يلعب باش يرجع للمكانه ديالو، يعني وحتى اللاعبين كيتحملوا واحد العبء، لان هما كيتسحبوا راه هما المسؤولين على السقوط ديال نادي القنيطري الهوات، وحاسين وباغيين يديروا كل شيء، حتى هما معذورين لان راه اللاعب راك عارف انا تنقول كما قلت لك الحاله النفسانيه هي حاله مهمه، راه ما كانش لاعب واجد يعني اتخاذ القرارات تضيع مجموعه من الفرص، هادو كيلعبوا الدور ديالهم العامل النفساني. رشيد اكيد انت كتبع المواقع الاجتماعيه اكيد كتوصلك اليوم ربما جاوبتي هذوك اللي مدرب ضعيف مدرب ما كاينش مدرب هذا، شفتوا هذوك الناس؟ لا هو شوف انتقاد راه شوف انا تنقول لك احنا الانتقاد كنتقبلوه، يعني الانتقاد راه حنا كناخذوه، انا ما تنقول لك انا مع التواصل الاجتماعي ما عنديش معاه بزاف، ما كندخلوش بزاف في التواصل الاجتماعي، ولكن النقد ديال الجمهور النادي القنيطري راه نقد كيخلينا نزيدو نجتهدو ونزيدو نخدمو ونزيدو باش نعطيو كثير لهذا هذا، يعني من هذاك الضغط كيخلينا اننا نزيدو نخدمو ونزيدو نجتهدو باش نعطيو ما احسن لهذا الفريق هذا ان شاء الله. بعيون تقنيه التحليل ديال المقابله كاع. المقابله اش نقول لك، مقابله كانت كتمشي كما قلتي كتمشي بدو الجزر، كان مقابله كانت يعني حنا الفرص السانحه كانت لينا حنا، انا تنقول لك الفرص السانحه كانت لينا حنا، كاين مازال فين نخدموا ومازال فين نشتغلوا، لان حتى مازال تابعنا خدمه كثيره، انا تابعنا خدمه كثيره اننا باش نكملوا المشوار ديال البطوله ان شاء الله. رشيد تابعكم رحله طويله لمدينه الدخله، وانت عندك خبره على قسم الهوات، اش يمكن تقولنا على المقابله المقبله ان شاء الله؟ المقابله المقبله ان شاء الله، لان حنا غنمشيو باش نقلبوا على ثلاثه النقاط، كعارف دابا حنا بهذا الانتصار هذا كنظن المعنويات ارتفعت، نمشيو نقلبوا على ثلاثه النقاط
حتى لي كونديسيون ديال الداخله وهذاك الشيء حنا غنديروها حنا يعني غنحاولوا نديروا شي رحله اللي غنفقوا فيها بواحد يومين ايام باش نتادابطاو مع الاجواء وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. اولا كيفاش تابعتي المقابله في انتفض وزحتي؟ المباراه كانت صعيبه علينا صراحه حيت ثلاثه الماتشات باش تجيب نقاط وفريق عنده هدف باش يرجع للقسم الوطني الثاني صعيب كيصعب علينا الحال. كان علينا الضغط باش نقول صراحه كنا محتاجين نربحوا باي طريقه. هذاك الشيء علاش كنا كنتسرعوا كان اخطاء والحمد لله داركنا في الاخر ديال اللقاء في ربع ساعه الاخيره. وهاد 3 بوين هي البدايه ديال نادي قنيطره ان شاء الله حيت المكانه ديالو ماشي هنايا وان شاء الله مازال تابعنا الخدمه كبيره حيت هاد القسم هذا بزاف ديال الناس كيسحبوا لهم بان القسم راه ساهل وهاد القسم راه صعيب بحكم التجربه ديالي مع اتحاد توارقه وشباب مسيره. قسم صعيب بزاف كتكون بعض المرات الظروف غير ملائمه كتكون اجواء ديال المباريات صعيبه دونك ما علينا غير ندافروا الجهود جمهور مسيرين لاعبين اوتور تقنيه ليكون الخير ان شاء الله باش نحاولوا نرجعوا هذا الفريق للمكانه ديالو ان شاء الله. واش ما عندكش سبب تاخر الدخول؟ وا حيت كانت عندي قبل بدايه الدوري كانت عندي واحد الاصابه في الشوفي اللي ما قدرش نلعب معاهم لا 3 ماتش الاولين. هذاك الشيء علاش حيت يلاه رجعت دابا تقريبا هذه دي جوغ بديت كنتريني مع المجموعه وراك عارف فاش كتريني دي جوغ ما كافيش باش تكون عندك التنافسيه حكم الدراري فاتوك ب 3 ماتش. هادشي علاش المدرب فضل لي فهمتي خليني حتى الربع ساعه الاخيره باش نبقى غادي دقه كيف تنقولوا بشويه بشويه باش نرجع لا فورم ديالي ونعاون فريق النادي قنيطره ان شاء الله. التعليق ديالنا قلنا الكاك خصها اشعاع ملي طلع وا محمد الضوا ابن النادي فهمتيني عنده غيره على الفريق وفهمتيني كيبغي هذا الفريق من القلب ديالو واخا غبت عليه من 2013 رجعت في 2021 يعني كاين الحب ديال نادي قنيطره عمرو تبدل. واخا كنت غايب كنت كنتابع هذه الفرقه وكتاسفت بزاف اللي هادشي اللي وصلوا ليه ولكن ما خصناش نبقاو عايشين في الماضي خصنا دابا نزيدوا لقدام ونساو داك الشيء ونصحوا الاخطاء وان شاء الله يكون الخير حيت كيف تنقول نعاود نقولها خص كلشي يدافر الجهود حيت هذه المجموعه هذه صعيبه وصعيبه بزاف حيت صراحه هذا القسم ديال هو صعيب ماساهلش كيف النظره اللي كياخذوا عليها الناس وان شاء الله يدافر الجهود ونتعاونوا كاملين ولما لا نرجعوا ان شاء الله في العام الاول ديالنا. كنت نضرب مسبقه على الماتش المقبل اكيد واجهتي الفريق ديال الداخل. مولودية الداخلة لعبت مع لعبنا في الملعب ديالهم اللي عندهم شويه الملعب صعيب كيكون واحد الرياح كتلعب ميطا في شكل وديزا ميطا كيكون فهمتيني شكل اخر دونك حنا خصنا نوجدوا لهذا الشيء هذا حيت ميطا كيلعب معك الريح وميطا كيلعب ضدك الريح حيت عندهم تيران فهمتيني كيف تنقولوا خلوي كبير والارضيه فهمتيني صعيبه حيت حنا دابا كندخلوا في ارضيه طيب فهمتي غازون طبيعي كتشيل سانتيتيك الدراري كامل كيخصهم عاوتاني تادابطاو وهذا وان شاء الله هو فريق فهمتيني حتى هو تيقلب على راسه باش يدير نتائج ايجابيه في المستقبل باش يحاول يجمع زعما اكبر عدد من النقاط وحنا كذلك حنا كنقلبوا على باش نكونوا بارمي لي كات الاولين بريمير تور باش نديروا هذيك الصوره النهائيه ان شاء الله ويكون خير ونتمنوا انتصار في مولوديه الداخل ان شاء الله الرحمن الرحيم.